وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل التوسع في تصنيع المستلزمات الرياضية. الحكومة الفرنسية تحدد سقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء عند نسبة 15% مطلع 2023. أسعار النفط العالمية تنخفض بفعل مخاوف من ضعف الطلب وارتفاع الدولار. أهلا بكم، نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم في موعدها على شاشة النيل للأخبار. وفيها اجتمع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تقديم الدعم الفني للمبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة الرياضة لخدمة قطاع الشباب بهدف توفير فرص عمل جديدة. واتفق الوزيران على الاستفادة من الآليات والحوافز التي تقدمها وزارة الصناعة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الرياضية وتجهيزات الملاعب والأندية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوات الرياضية والتصدير للأسواق الخارجية. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر للتعاون في مجال صناعة اليخوت السياحية. تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر، حيث أعرب ربيع عن تطلعه إلى أن يثمر التعاون عن تكامل الجهود الوطنية نحو توطين صناعة اليخوت بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية بتنويع الدخل والاهتمام بسياحة اليخوت ومشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات التنموية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء وأكدت على استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فرق نقاط الخبز، حيث يتم احتساب قيمة 10 قروش لكل رغيف خبز يتم توفيره على البطاقة خلال الشهر، على أن يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية في الشهر التالي. شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و22 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تدريب وتنمية مهارات نحو 2000 شاب من الملتحقين بمبادرة شباب مصر الرقمية. بروتوكولات تعاون شهد إبرامها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والمعهد القومي للاتصالات وكبرى الشركات العالمية لتدريب وتنمية مهارات شباب مبادرة شباب مصر الرقمية. تستهدف تدريب الشباب على مختلف تخصصات الاتصالات، تدريب يستغرق 4 أشهر ما بين تدريب نظري في معهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين 22 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات الموجودة في مصر. هي كل هذه الشركات وقعت اتفاقيات اليوم مع الوزارة لكي تستضيف شبابنا ليتدربوا تدريبا مجانيا خلال فترة المبادرة لكي يثقلوا التدريب النظري بتدريب عملي في هذه الشركات. الهدف دوما هو أن نخلق جيل متكامل الملكات والمهارات ما بين تدريب نظري وبين تدريب عملي في الشركات، بالإضافة إلى تدريب على المهارات الشخصية ومهارات العمل الحر وغيرها من المهارات المطلوبة في سوق العمل. تدريب وتأهيل أكثر من 2000 شاب من شباب الخريجين من خلال 22 شركة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والحوسبة السحابية لتلبية احتياجات سوق العمل أهم وأبرز ما يسعى إليه القائمون على المبادرة. شركات كانوا شاركين معنا من أول ما بنختار المتدربين وبنصمم البرامج اللي هياخدوها، وكمان بعد كده بياخدوا التدريب الوظيفي.
الوظيفي معانا، وبالتالي هم معانا في كل خطوه بنخطوها في هذا الموضوع. بعضهم بيشارك كمان في التدريب معانا في اثناء التدريب التقني اللي احنا بنعمله، وبالتالي هي مشاركه كامله معانا ومع الشركات عشان في الاخر نطلع شباب محتاجهم سوق العمل، ومحتاجهم سواء سوق العمل المصري او المحلي او الاقليمي او العالمي. الشباب الخريجين المهندسين اللي بيلاقي في نفسه ان هو عنده قدره ان هو يعني يشتغل في مجال البرمجيات، مجال البرمجيات هو من اعلى المستويات اللي محتاجه مهارات عاليه جدا، وبالتالي خريجين الجامعه النهارده محتاجين يخشوا في تدريبات كتير. النهارده الوزاره بتدعم التدريبات دي، بندعم احنا من عندنا بمدربين بيقوموا باعطاء التدريبات دي، وبان هم بيساعدوا الخريجين يشوفوا سوق العمل هيكون عامل ازاي حسب احتياجات سوق العمل طبعا، لان بيتم اختباراتهم على اختبارات دقيقه جدا، لان لازم المستوى يكون مستوى علمي، ان احنا شركه انترناشونال بتشتغل في مجال السيارات، فالتكنولوجيا اللي بنقدمها تكنولوجيا معقده ومحتاجه ناس على مستوى عالي من المهاره. فنحن اليوم عم نفتح فرص عمل ان شاء الله من هلا لخلال سنه، نحن كشركه جاي تفتح بمصر ناويين، يعني شخصيا عم نحكي بحدود ال 100 شخص ممكن من هلا لسنه سنه ونص من ضمن هيدا الخريجين. يعني هيدا هو الهدف الاساسي، التعليم فتح فرص و اتس بالانجليزي يعني وين وين سيتويشن، يعني الكل ربحان ان شاء الله. مبادرة شباب مصر الرقمية تعد إحدى الأعمدة الرئيسية التي تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيقها من أجل صقل وتأهيل الشباب للتوظيف والالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي مسلحين بأحدث التكنولوجيات العالمية. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات جلسة اليوم آخر جلسة الأسبوع تحت ضغط من عمليات بيع من المستثمرين الأجانب والعرب، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين. سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مستوى 693.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بقرابة 1.1 مليار، وتراجع مؤشر رئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة 1.48%. كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.6%. إلى المملكة العربية السعودية، حيث أظهرت بيانات نشرت اليوم ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 3% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 2.7% في يوليو. وعزت الهيئة العامة للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، حيث ارتفعت الأسعار 0.4% في أغسطس في تراجع طفيف عن زيادة 0.5% في يوليو. قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن بلادها ستضع سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% في مطلع العام المقبل، ممددة بذلك تحكمها بالأسعار بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قالت إليزابيث بورن إن هذا السقف سيستفيد منه الأفراد والشركات الصغيرة، وستوزع شيكات طاقة تتراوح قيمتها بين 100 و200 يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء. أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومة بلاده ستعمل على التوصل إلى إجراءات محددة من شأنها تحقيق زيادات مستدامة في الأجور لمواكبة التضخم. أصدر كيشيدا في اجتماع لمجلس الحكومة بشأن السياسة الاقتصادية والمالية تعليماته بدراسة تدابير محددة لحزمة اقتصادية جديدة سيتم وضعها في شهر أكتوبر المقبل، وشدد على ضرورة السيطرة على الوضع الذي يستمر فيه تدفق الدخل القومي إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الواردات. في أسواق النفط العالمية تراجعت أسعار النفط اليوم، إذ زادت المخاوف من ضعف الطلب وقوة الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة من شح الإمدادات. تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 0.6% إلى $63.54 البرميل، وهبط الخام الأمريكي 0.5% إلى $88.04 من الدولار. في أسواق المعادن النفيسة هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في 8 أسابيع اليوم وسط صعود الدولار ورهانات على رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة بنسبة كبيرة لترويض التضخم الآخذ في الارتفاع. تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى $1,688.49 للأوقية. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى $19.44 للأوقية.
هبط البلاتين 0.1% ل 915 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2141 من الدولار. في سوق النقد الأجنبي استقر الدولار اليوم بالقرب من المستويات المرتفعة التي سجلها مؤخرا، مدعوما بتوقعات بأن المركزي الأمريكي سيواصل تجديد السياسة النقدية بقوة في مسعاه لكبح جماح التضخم، بينما تعثر الين بعد ارتفاع حاد في اليوم السابق. صعد الدولار بنسبة 0.28% مقابل الين عند 143.58، ثم عاد اليورو للهبوط مقابل الدولار وانخفض بنسبة 0.15% محققا 0.99% من الدولار. كما هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.26% إلى دولار و15%. صعدت الأسهم الأوروبية اليوم بدعم من أسهم البنوك بعد أن أبدت الأسواق مؤشرات على التعافي من موجة بيع حادة نتجت عن المراهنات على رفع كبير للأسعار في أنحاء العالم. زاد المؤشر ستاكس 600 الأوروبي 0.3%، وارتفع داكس الألماني 4%، وصعد كاكو الفرنسي 0.1%، بينما قفز فاينانشال تايمز البريطاني 0.6%. إلى بورصة طوكيو الأوراق المالية، حيث ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم مجددا بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة. قادت الأسهم المرتبطة بالسفر موجة الصعود مدعومة بأمال تعافي السياحة، وصعد نيكي 0.21% متعافيا من أسوأ جلسة في 3 شهور، وزاد توبكس الأوسع نطاقا 0.15%. نشرتنا انتهت، هذه تذكرة بأهم عناوين النشرة. وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل التوسع في تصنيع المستلزمات الرياضية. الحكومة الفرنسية تحدد سقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء عند نسبة 15% مطلع 2023. أسعار النفط العالمية تنخفض بفعل مخاوف من ضعف الطلب وارتفاع الدولار. نشرتنا انتهت، دمتم في أمان الله.